وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عليكم بالقرآن أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ بإحضار قلب وخشوع، لأن فيه الهدى، لأنه طريق الهدى. هذا بلاغ للناس ولينذرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعليكم بالقرآن. الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات بالله، الوصية بالقرآن، الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتهذيب من كل شر، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الرحمة، فيه الذكرى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر. أوصيكم بإذاعة القرآن، اسمعوها، إذاعة القرآن فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى من وراء الدرب، فيها مصالح كثيرة. فأوصيكم بإذاعة القرآن في الإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة.